بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين مع الكورس تبعنا SNCF 3710. درس حقسمه على أكثر من فيديو عشان ينفهم، لأنه فيه شوية تفاصيل، اللي هو Network Analysis Dashboard with Context Explorer. نحن كتير بنفهم، لازم نفهم بالداشبورد تبعنا. على شو يعني داشبورد؟ اللي هو كان نقول بالعربي يمكن لوحة المراقبة. طيب لوحة المراقبة لشو؟ عندي ده هاي اللي قدامكم وبالتابس اللي فيها. هلأ عشان المعلومات هون تطلع معاكم مظبوطة، لازم تتأكدوا من كم من شغلة. أول شيء بالأكسس كنترول رولز لازم تكونوا مشغلين اللوجينج، عشان هذا بتعامل مع اللوجز. أوكي، بلم لوجز وبطلعه هون. تاني شيء، في شيء إذا بتذكروا اسمه IOC كان موجود هون تقريبا، لا مش هون، بالتاب الثاني بالثريدز. هلا هشرحها واحدة واحدة بس إن شاء الله. الـ Indication of Compromise Host إذا بتذكروا بالنتورك بالبوليسي بالنتورك أناليسيس ديسكفري لما شرحناها، يعني أتمنى اللي بده يكون واصل هون يكون شايف الفيديوهات اللي قبل وكيف شرحناها. أنا كنا هون حاطين عاملين enable host to users or applications. اوكي، وكنا كمان عاملين الزونز. اوكي، ماخذين بالثلاثه زونز اللي هون، وكان في عندك هون باليوزرز كنا مفعلين كل شيء. وبالادفانس اذا بتتذكروا هون بالindication of compromise settings enable rules، ال 40 rules كلها شغالين لو عملنا enable. فهون enable، حتى لو بتقرا هون بقول لك note to detect indications of compromise you must enable each IOC rule here and also enable the features such as security intelligence logging. Security intelligence logging لازم يكون فعال عندك عشان كمان ياخذ لوجز مظبوط. الانتروجن والمالوير بروتكشن ذات رول بلو ديبند اون. حتى لو بتلاحظوا هون هاي الادوبنا سريده كومبرومايز خاصه بالمالوير ايفنت، مالوير هاي الثاني، مالوير ايفنت هاي سكيورتي انتليجنس، فكل وحده عنده اياها، فكل لازم يكون انيبلز عندك. اوكي، وإذا بدك كمان Identity Conflict تعمل لـ Enable لـ Passive. طيب تعال نروح للـ Dashboard. الـ Dashboard هاي اللي راح تيجي قدامنا أول ما تفتح الـ FMC حتلاقي هذا الـ Dashboard. أول شيء الـ Dashboard automatically بينعمل له Update كل 5 دقايق، ماشي؟ حتى بتلاقي تحت مكتوب Last Updated 2 Minutes Ago. أوكي، فبضله هذا رقم ينقص لحتى يعمل Update Trigger عنده. هتلاقي مثلا هون show the last one hour، هاي طبعا فينا نغيرها قد ما بدنا، هنشوف كيف. وفينا مثلا هون نعمل له pause، هنحكي عنه ان شاء الله بالتفصيل. طيب اول واحد عندي بيقول لي unique application overtime، فهذا application overtime diagram بيعمل لك بفرجيك المحل. اوكي تمام، انا ما كتير هذا بعني لي. عندك top of application scenes، الابليكيشنز اللي استعمله السينز فيه قديش، بيطلع لك كل application والريتنج تبع قديش التوتال عفوا بالكيلو بايت. وعندك التوبيك كلاينتس ابلكيشن سين، شو الكلاينتس الابلكيشنز اللي انت قاعد عم تستعملها سواء من كيربروس، سيسلوج، مايكروسوفت سوفير، فيسبوك الى اخره. طب ننزل تحت الترافيك باي ابلكيشن ريسكس. طبعا اف ام سي وسيسكو مقسمين لك الريسكس اذا بتذكروا شرحناها من قبل، كان فيري لو، ميديوم، لو، هاي. الفيري لو شو هني، والميديوم هني شو، واللو هني شو. هلا لو تقول لك هون لو ريسك رايت كليك منيو، لك رايت كليك. اذا بدك تروح للاوبن كونتكست اكسبلورر فبوديك على شيء اسمه كونتكست اكسبلورر، بتشوفه هاي بعدين بفرجيك اياها. هلا في عندك توب سيرفر ابلكيشن سينز، في عندك انت اكثر شيء هون المايكروسوفت. حتى لما تروح رايت كليك، لا ما فيش رايت كليك هون عندك، لو بدك تكبس عليها هياخدك مثلا بقولك فيها 4 counts بقلبها. اوكي، اخدك قالك الابليكيشن بروتوكول دي سي اي بي ار سي. بدك تشوف اكتر بتروح طبعا على الهوست زي ما علمتكم من قبل بالفيديوهات اللي قبل، هوست عشان تفوت شوية شوية التفاصيل تشوف مين الهوست. فبقوم بيطلعك هون مثلا بقولك الاي بي ادرس هو 30.200 اللي هو السيرفر تبعنا. ديفايس هوبس اتش كيو اف تي دي 1، حلو كتير. لو لاحظتوا هون ما حط لي الفاير وول تاني، ليش؟ انا طفيه. يعني لو روح على التوبولوجي عندي
تفرج عندي هون هي الفيرول الثاني انا طفيه بس عشان كان شوية ريسورسز، حتى طفيت الايس اوكي عشان بس الامور تمشي معي، فانا طفيه لو ضويته حيطلع لي كان الاثنين وحيقول لي انه هو مين اللي فيه انشغال. طبعا الماك ادرس، هاي لك على الماك ادرس هو مطلع لك اياه، الهوست تايب الكرنت يوزر، طبعا في شيء يوزر، وبتفوت تحت بيطلع لك السيرفرز والابلكيشنز اللي شغال عليها. هون في ابلكيشن اللي انت استعملت عن طريق HTTPS client، طبعا تفاصيل اللي بدك اياه، وهوست بروتوكولز، وموست ريسنت مالوير ديتكشن، المالوير ديتكشن من وين؟ من الريسيفر. طبعا عندك AI car. انا عملت شوية events وشوية triggers اوكي، بدك تشوف اكتر من هون بالـ AI car، تقول مثلا هون تكبس بتفوت على المالوير، يعني بتصير تفوت من شاشة لشاشة عشان تطلع التريجر تبعك، فبيطلع لك اياه هون بقول لك اوكي انا عندي مالوير بلوك الجهاز 10.31 اللي هو هذا الجهاز هون بفيلان 10.31 وريسيفينج من السيرفر، لانه كان المالوير فايل كان على السيرفر فسحبناه لعنده، وبقول لك شو سيندينج بورت وكذا، الاس اس ال ستاتس طبعا انون، يوزر اوثنتيكيشن ما كانش فيه يوزر الى اخره. طيب نرجع على الاوفر فيو على الداشبورد. تمام نرجع تحت اوكي، التوب اوبريتنج سيستم طلعتك الاوبريتنج سيستم طبعا اللي هو شافه من عن طريق النتورك ديسكفري، ما ننسى قال لك عندك ويندوز، عندك لينكس، مش عارف ايش حط الاندرويد، وفي عندك شوية operating systems، وقال لك مثلا الويندوز عندك 4 اللينكس عندك 3 اوكي. ليش مثلا لينكس عندك 3؟ لانه لو رحنا هون FMC هو عبارة عن لينكس، الoperating system تبعه لينكس، لينكس لينكس مش بيناتنا اوكي. الفايروول لينكس، والهاكينج هذا ماشين الكالي ماشين هي لينكس، فاعطاك انه هو 3 اوكي. ولو كنت شغلت هذا الفايروول الثاني كما هلا حيعطيك مثلا 4 لاين ماشي. طيب تمام ممتاز جدا. ترافيك باي ابلكيشن كاتيجوري، طبعا حط لك كاتيجوري هي مقسم لك اياها هو بالنتورك بروتوكول سيرفيسز اي لك ايش، وطبعا اي واحده بدك تكبس عليها رايت كليك وبتقول له روح على كونتكست اكسبلورر، بس انا راح على كونتكست اكسبلورر راح اقول لك منين حنشوفه. تست ابلكيشن هو طلع لي داتا ترافيك باي يوزرز من اتتكين انه نوم، ما بعرف ليش هون مش عم بيطلع لي اليوزر مع انه انا عامل 2 يوزرز، فكان لازم يطلع لي اليوزرز نشوفه بعدين. كونكشن باي يو ار ال ان اثرايزد، بقول لك في 2 يو ار ال ماشي الحال. هاي وفي عندي التاب الثاني هون اسمه الثريتس، بيطلع لي شو الثريتس اللي حصلت اللي هو انديكيشن اوف كومبرومايز باي هوست. انا عملت شويه اتاك قبل ما ابلش بس عشان يكون في عندي ريزلت، انا زمان ما سجلت. ففي عندي ال 31 ال 20 وال 8 حلو، بقول لك ال 31 نعمل له كومبرومايزنج مرتين اوكي، لو نزلنا هيك بقول لك امباكت 1 اتاك ما ور ديتكتد حلو كتير. وهون في عندك امباكت 1 اتاك وهون قال لك امباكت 1 اتاك ماشي الحال. طيب انديكيشن كومبرومايز باي يوزر ما طلع لي شيء، السكيورتي انتليجنس ما طلع لي شيء لان يمكن ما عندي شيء بال 1 اور، خليني بس مثلا اخر اقول له one day يطلع لي معلومات اكثر. طبعا لما تقول له one day بتاثر على كل التابس اللي عندك هون اوكي، فبصير يطلع لك one day. طبعا انت عندك هون one day one week two week 30 days 90 days اللي بدك اياه اوكي. هنشوف one days ما المفروض يطول هالقد اوكي. بالوان داي هون قال لك سكيورتي انتليجنس انت عندك نعمل يو ار ال كارز اوكي 6 مرات اوكي، فنعمل له بلوك. طيب تمام. وفي عندك المالوير ثريتس، في عندك اي كار 3 مرات، في عندك انتروجن ايفنتس، في صار عندك هون انتروجن ايفنتس هون في عندك توتال 6 اللي هو السيفيريتي تبعه 0، الواحد معمول له 3 مرات، الاثنين 3 كذا حلو كتير. وفي عندك كمان intrusion events، الintrusion events طبعا راح اخلي له فيديو كامل لحاله لانه فيه شويه تفاصيل بس ما بيمنع نشوف. بقول لك التوب اتاكرز اكثر واحد بيعمل هجمات هو 30.8 اللي هي الكالي ماشين حقيقي
تمام. all intrusion events هون طلع لك اياها بطريقه chart. total events by application protocol, application protocol انت اكثر شيء عم تستعمل انه اللي عم بيستعمل اللي عندك الاتاك اللي هو عن طريق الاس ام بي انه gaining access وعن طريق الشيرنج. في عندك التوب تارجتس اكثر اثنين عاملين تارجتس اللي هو 20 و31. طبعا احنا كل التجارب تبعتنا يا على هذا الجهاز يا على الجهاز نحاول نخترق هذول الاثنين. برضو تروجن ايفنتس نفس الشيء اعمل لك اياه الامباكت 1 ايفنت اخره. هون دروب انتروجن ايفنتس هون شو هني الدروب انتروجن ايفنت كلاسيفيكيشن اتمت ادمنستريشن بريفيليج كان بدك تاخذ ادمنستريشن بريفيليج جين بدك تسرق منه الجين للادمنستريشن وتخترق الجهاز ماشي. وبوتنشال باد ترافيك كنت عم تعمل اتاك زي انك عشان توقع الجهاز. فنحن عملنا اكثر من اتاك فهو رصد لي يعني هون وحطهم بهاي الكاتيجوريز ماشي الحال. طيب في عندي تاب مهم اسمه ستاتوس. الستاتوس بفرجيك حاله مثلا الاف ام سي انت فايت عليه كيف والابلكيشن. مثلا بقول لك الابلكيشن بقول لك ديسيبلد 1 هذا ممكن تفوت عليه تقول له مثلا عفوا كليك لا مش هون ما بتعملوش كليك بلا هي. فبقول لك هون بقول لك كريتيكال 2 وورنينج كذا ديسيبلد 1. طيب خلينا نفوت مثلا على الاثنين او يعني تحت الاف ام سي بقول لك كريتيكال موديول نورمال موديول كذا صار على موديل ابلاينس هارت بيت ابلكيشن. عندك الاتش تي 2 اوكي ما عم بلاقي هارت بيت للهاي افيلابيليتي لانه الاف تي دي 2 از نوت سيندينج هارت بيت مظبوط انا طفي اوكي. والوانون بتلاقي هون مثلا الشغلات اللي هي عندك اياها شو بالضبط ماشي الحال. اوكي نرجع نفوت على الستاتوس هون بقولي الابلكيشن انفورميشن هاي منيح هاي نيم اف ام سي بقول لك الاي بي ادرس. شوف اعطاك الاي بي ادرس قال لك في اي بي ان ادرسين له اللي هو انا مش موصل الاف ام سي عندي هذا على شبكه اللابتوب تبع البيت عندي وموصلت واحدة تانية بالشبكه تبعتنا الداخليه فمعطيه اثنين اي بي ادرسز فهي اخذ هاد من الشبكه تبعتي واخذ الثاني قال لك حلو وقال لك الاي بي في 6 انت عامله ديسيبلد قول له تمام الموديول تبعه الفيرجن تبعه الرول ابديت امتى نعمل له ابديت للرول جي لوكيشن ابديت امتى نعمل له البي دي بي الاخره. شو بقول لك الكرنت سيشن بقول لك انت داخل عن طريق الاف ام سي طبعا اذا اكثر من واحد داخل على الاف ام سي طبعا بفرجيك اياهم هون بقول لك عن طريق الادمن يوزر نيم ادمن هو انا عن طريق الاي بي ادرس هون هذا الاي بي ادرس تقريبا الاي بي ادرس تبع الجهاز الكمبيوتر تبعي سي ام دي اي بي كونفيج انا واصل في بي ان اوكي هي اوكي فاول اكسس وفتت عليه الساعه 11:34 حلو كتير. سيستم تايم هذا السيستم تايم. طيب في عندي برودكت ابديتس هون بقول لك شو هو الابديت بقول لك جي لوكيشن ابديت نعمل له ابديت بتاريخ 15/6/22 واللاست ابديت 15/6 حلو. رول ابديت نعمل له ابديت 22/6 معلومات. بقول لك سوفت وير المانجمنت سنتر بقول لك انت الفيرجن تبعك 6.6.4 وفي عندك قادر تعمل له 6.6.5 تمام وبقول لك في عندك اثنين ديفايسز عليهم 6.6.4 قول له تمام والمانجمنت سنتر هالقد. ار اس اس فيدز سيسكو تالوس هذول الثيرد بارتي الار اس اس فيدز اللي انت بتعمل ابديتس مش انت طبعا الابلكيشن تبعك بيعمل ابديتس من التالوس اذا التالوس عامل ابديتس لثيرد بارتي. حلو في عندك شيء اسمه سيستم لود بيقول لك السي بي يو قديش عم بنعمل اللود 5% كذا الميموري رام عندك قديش فيكون تعرف اللودز عندك على الاف ام سي قديش. حلو كثير. السيستم تايم هذا السيستم تايم تبعك. تحت بنقول الديسك يوزج هون بيقول لك قد ايه انت مستخدم الديسك باي كاتيجوري اوكي بيقول لك 9.5% others وعندك updates 1.3 وعندك الباقي 3. حلو. طيب الجي لوكيشن بده فيديو لحاله نشرحه بعدين. حنفوت على analysis حنفوت على context explorer اللي هو اكثر اشي درس اليوم.
هياخد وقته شوي. تمام، فهذا الكونتكست اكسبلورر عنا اياه هون. طيب، اول شيء ترافيك انتروجن ايفنتس اوفر تايم. اوكي، عندك الترافيك بالازرق والانتروجن بالاحمر. المفروض يكون في عندي انتروجن بس بلاش ال 1 اور، مثلا خلينا نقول 1 داي عشان كنت عامل اتاك من قبل. ممتاز. 1 داي ما طلع لي انه في عندي اتاك. ليش ما طلع انه في عندي اتاك؟ المفروض طلع لي. طيب بلاش، مش عايزه مثلا 1 داي، قول له مثلا 90 يوم. لا 1 داي، هقول نقول له ريلود. بده ريلود. اوكي، هي فعندي الاحمر هو الايفنتس اتاك اللي صار عندي، والازرق طبعا عندي الترافيك. هاي تقدر تراقب منها، بتشوف شو صار. مثلا هيك عندك ايفنتس حصلت. اوكي، بس هيك مجرد نظر، طبعا اكيد فيك تفوت عليها وتشوفها. في عندك شيء هون مخبى برضو، indication of compromise ال IOC. هو بهمنا نشوف ال IOC عندنا، راح نلاقي هون ال IOC بقول لك host by indication، بقول لك thread detected بهاد و impact 1. اوكي، فممكن اذا كبست عليها بس كليك مش رايت كليك، كليك تقرا هون مثلا بقول لك drill into analysis، كله drill into analysis. شوف هون هياخدنا عشان نشرح لي القصة بس. تمام، قال لك امباكت 1 اتاك، وفي عندك الكاونت 3، حصل هون 3. طيب بدي شويه تفاصيل اكثر، خليني اروح على الهوست اشوف شويه تفاصيل اكثر منه. ممتاز، قال لي الاي بي ادرس هو الكالي لينكس ماشين. قول له ماشي، على الفاير وول تبعنا هوست كذا الى اخره. قال لك امباكت 1 اتاك، امباكت 1 انتروجن ايفنت اتمت ادمن. الديسكريبشن تبعه host was attacked and lightly vulnerable. ممتاز. ولاست لاست، وهون بعطيك التفاصيل تبعت الاوبريتنج سيستم والفاير باور وهي شو. اوكي، والموست ريسنت مالوير ديتكتور، السندر مين، وطبعا بيرول هاي اللي عملناها نحن، كان الاتاك هذا عملناه من قبل. اوكي، فيك تشوفه طبعا من هون، وشوية تفاصيل يعني فيك تتطرق لها وتتطلع فيها مثلا هون زي ما بدك. وفيك طبعا هون بالفيو تروح له على الكونتاكت اكسبلورر، ترجع في عندك على الكونكشن ايفنتس، انتروجن ايفنتس، فايل ايفنتس، مالوير ايفنتس. فيك بياخدك وحاطط لك شورت كاتس لكل مكان. طيب في عندي ممكن يكون indicated by host، مثلا هون بيقول لك 10.31 هذا الانديكيشن تبعه بس. عنده بيعمل لك عنده ترافيك مثلا هون اكثر شيء مثلا شغال. عندك هاي ال 8، عندك ال 20. تمام، طيب النتورك انفورميشن، هون بالنتورك انفورميشن قال لك الاوبريتنج سيستم مقسم عندك بالشبكه بهاي الطريقه. اوكي، فممكن تفوت على كل واحدة مثلا، تروح تقول دريل انتو وبياخذك وبتشوف. ترافيك باي سورس اي بي. اوكي، شو السورس اي بيز اللي انا عندي؟ بطلع بلاقي مثلا عندي 10.31 البي سي فيلان 10، ففي هذا الترافيك تبعه، وهون صار في عندك كونكشنز تبعيته، وعندك ال 20، وعندك 20.21، وفي عندك 30.200 اللي هو السيرفر تبعنا، وفي عندك 40.200 اللي هو الايز لما كان عندي الايز. ممتاز، على طول سجل لي اياه هون. وفي عندك 30.80 اللي هو الكالي. تمام، اذا بتلاقي هون ترافيك بالكيلو بايت، وهون الكونكشنز اللي عندك صار. الترافيك باي سورس يوزرز، هلا ما بعرف ليش ما بيطلع لي اليوزرز مع انه انا مدخل يوزرز وعامل انيبل بنتورك ديسكفري، بس المفروض يطلع لي اسامي اليوزرز هون فما عم بيطلع. طيب كونكشن باي اكسس كنترول اكشنز، اللي عندك انت السينك هول، الانتراكتيف بلوك، بلوك بلوك وذ ريسيت، هاي كلياتها مثلا بيطلع لك اياها بالتفصيل. تقول له مثلا دريل انتو اناليسز،
خلينا نشوف الاناليسيز وين بتاخذنا. اخذت لك اياه هون، قال لك بلوك ويد ريسيت 10:31، وهو مثلا عم بيتواصل مع 110. هاي بفتكر كانت عن طريق ال لما عملنا عن طريق الاس جي تي، بعتقد عن طريق الاس جي تي بلا. وبتلاقي طبعا شوية تفاصيل. اوكي، الترافيك باي ديستنيشن اي بي، الديستنيشن اي بي طبعا كل اللي طالع عليه على الانترنت هو سجل لك اياه. ماشي الحال على الانترنت وغير، مثلا كمان ليش ديستنيشن حط السيرفر تبعك؟ لانه السيرفر بيكون ديستنيشن، لان انت كجهاز توصل من سورس اللي هو مثلا الفيلان 10، الجهاز رايح على السيرفر، فالسيرفر كمان حيكون ديستنيشن، وديستنيشن مع اي شيء على الانترنت انت طالع فيه. ترافيك باي انجريس سكيورتي زونز، طيب الانسايد زون حط لك اياه هون، هذا من انجريس اوكي، والدي ام زي ممكن اجريس تشوف هون تغير عليه تكبس اجريس. طب اقول لك اوكي الاجريس انا عندي اوتسايد وعندي دي ام زي وعندي انسايد وعندي مانجمنت، شوية تفاصيل بتساعدك تلاقي تريجر شوي. كونكشن باي اس اس ال ستاتس، الاس اس ال ستاتس لما شغلنا الاس اس ال شو الكونكشن اوكي، بتفوت عنده هون مثلا دريل تونسيس، في عندك شيء اسمه اد فلتر، عندك اد اكسكلود فلتر اذا بدك اوكي. الفلتر هذا بفرجيك اياها، مثلا بدك فلتر لهاد بتقول مثلا اد فلتر اوكي، مثلا شو الفلتر اللي بدك اياه هون مثلا بتضيفه عليه اوكي. ممكن تعمل فلتر ككل، بقول لك داتا تايب عندك بالابلكيشن كاتيجوري، بالابلكيشن نيم، بالابلكيشن ريسك، حسب اللي بدك اياه، مثلا تقول له ابلكيشن اوكي، ويب براوزر ايميل، او مثلا خلينا نقول طلع لي مثلا الاكسس كنترول اكشن، بدك الالاو ولا بلوك؟ لا بدي البلوك مثلا، قول له اوكي تمام. بس هون بطلع لك اياه هن، قول له ريلود المفروض ولا اوكي، خلينا نطلع هون نشوف الريلود شو بيعطينا. يعني انت ممكن بدك تشوف شو هي مثلا الاكشنز اللي نعمل لبلوك اوكي. فهون عندك ال 10.31 صار في يعني عليه بلوك، وفي عندك ال 21 صار في عليه بلوك، وهذا صار في عليه بلوك، فبتقدر تشوفه هو مثلا البلوك شو صار عندك بالدي ام زي بكذا. فيك تفوت على كل واحدة وتفاصيلها، تمام، تاخذ معك وقت كتير. في عندك هون ابلكيشن، لما تروح على ابلكيشن بروتوكول انفورميشن، كلاينت ابلكيشن، ويب ابلكيشن، هلا بنشوفها. طيب بس خليني اعمل كلير للفلتر، اقول له ابلاي تمام. وين احنا كنا؟ بالهوست باي انديكيشن خلصناها، نتورك انفورميشن خلصناها، نتورك الترافيك ديستنيشن اي بي هاي خلصناها، كونكشن اس اس ال خلصناها. ماشي، في عندك ابلكيشن بروتوكول انفورميشن، هون بفرجيك انت شو الابلكيشن، رحت على يوتيوب، ويب سايت ابديت، مايكروسوفت، اتش تي بي اس، اذر، فيري لو ابلكيشن عن طريق الاس ام بي بالفايل شيرنج، وهدول دي سي ار بي سي، البيت كيوبيك، في كل واحدة تفوت عليها، تفوت عليها وتشوف يا تضيف فلتر تقول دريل انتو انفورميشن او ويب ابلكيشن او فيو ابلكيشن انفورميشن، فيك طبعا تعمل هذا الشيء. عندك ابلكيشن، في عندك كلاينت ابلكيشن بروتوكول اذا بدك، هون شوف شو الابلكيشن بتاعت الكلاينت، الكلاينت هون طلع لك اياها، هون قال لك تويتر. الكلاينتس يعني اكثر شيء بيستعملوه، في عندك الريسك او البيزنس ريليفنت، طبعا انت في البيزنس ريليفنت شكلك حتلاقي شغلات بسيطه بالهيك، بتلاقي بشركات كلها دائما فايتين على تويتر ويوتيوب. في عندك ويب ابلكيشن، فيك تشوف كمان عنه عن طريق الويب ابلكيشن اوكي، شو الويب ابلكيشن اللي صار عندك اياه. طيب خلينا نكون على ابلكيشن بروتوكول هون فايتين عليه. طلع لك application details، طلع لك هو شو اللي عندك يعني هيك بالسمري، الهوست كم واحد فات عليه، مثلا هون في عندك ال EP map،
الريست تبعه ميديوم، البزنس ريفيدنت ميديوم، كاتيجوري نتورك بروتوكول سيرفيسز، في عندك هوست 5، تشوف مين اللي فاتوا عليه الهوست، جوجل، جوجل اي بي ايز الى اخره، بتشوف هذول كلياتهم، بتشوف كم هوست فات عليه، وفيك تشوف مين الهوست اللي فات عليه بس تكبس عليهم. سكيورتي انتليجنس ترافيك باي كاتيجوري، في عندك يو ار ال كارز، هذول احنا كنا حاطينه بال سكيورتي انتليجنس كيف هذا عامل له بلوك. اوكي، في عندك كمان سكيورتي انتليجنس ترافيك باي سورس اي بي، عندك ال 31 وال 21، والسكيورتي انتليجنس ترافيك باي ديستنيشن اي بي اللي هو ال 200، كنا في شغلات عملنا له بلوك عليها بطريقه سكيورتي انتليجنس. طيب في عندك انتروجن انفورميشن، امباكت 1 امباكت 2، طبعا فيك تقول التوب اتاكرز اللي هو الثمانية، توب يوزرز، انا مش اللي غيظي مش طالع اليوزرز مع انه اليوزرز منضافين معمول انتجريشن. انتروجن ايفنتس باي برايورتي، في عندك ميديوم وهاي. التوب تارجتس، عندك دائما التوب تارجتس اللي دائما اللي بتهكروا، عندك 20 و 31، البيلان 10 وبيلان 20، هذول البي سي ان. الايفنتس عندك من الدي ام زي جاي، هون بقول لك انتروجن ايفنتس، هذول الاتاكات اللي عملناها ايفنتس، على ثلاثة ايفنتس صارت البرايورتي تبعته ميديوم. في عندك هاي لما حاولنا ناخذ ال attempt administrative privilege gain، لما كنا ناخذ الاكسس منه، حلو كتير. ال file information، عندي بالfile types، عندي PDF، هذا لما عملنا block لأي شيء PDF. في عندك كمان الfile type، عندك AI car لما نزلنا المالوير من AI car، وفي عندك المالوير اللي عملته أنا على الكالي لينكس، على طول حط لك إياه هون ورتب لك إياه. اوكي، توب فايل نيمز حط لك الايكار.com، وهذا، وفي عندك واحد جاي من هذا الويب سايت، ومرسيدس بي دي اف لما عملنا البي دي اف تبع مرسيدس وعملنا لهم يكون بلوك، كلياته حطيت لك اياهم وقرأ لك اياهم بالضبط. فايد باي ديسكريبشن انون كذا مالوير، ذا هوست سندينج فايلز، مين الهوست اللي بيسندينج فايلز، طبعا كلياته نحن بيسند فايلز سواء انترنالي ولا اكسترنالي، كله فيه. في عندك هاي من ناحية الفايلز، في عندك هون فيها تكبس مالوير. اوكي، عشان طلع لك مثلا مين اللي عندك مالوير، قال لك مالوير نو داتا، قول له تمام. هوست ريسيفينج فايلز، هدول الهوست اللي كمان ريسيفينج فايلز، الأجهزة اللي عندك فايلز ومالوير، خلينا نشوف مالوير في عنا شي هون، قال لك نو داتا، تمام. في عندك جي لوكيشن، جي لوكيشن اللي هو حسب المنطقة الجغرافية تبعتك، هذا بعد ما شرحنا هذا أوبجيكت موجود حشرحه بعدين. هيك بنقول خلصنا Content Explorer، بس في شغلة هيك مخبية تحت URL Information، لو كبسناها كبرنا عليها، خلنا نشوف شو فيها. قال لك Traffic by URL، ممتاز. ال URL هون بيفرجيك انت وين فت على ال URL-ات وشو عملت، اوكي، وشو الترافيك اللي صار ومن اي جهاز. هون Traffic by URL Category، بقولك Uncategorized، حطت لك اياها، ممتاز جدا. هلا ممكن انت كمان تعمل كاستمايز للداشبورد اللي بدك اياها، انت تصمم يعني الداشبورد تشوف اللي بدك اياها. نرجع فيها فوت على نتورك اي شيء. هون في عندك شيء هون اسمه اد ويدجتس، لما تكبس على اد ويدجتس هون بيطلع لك انت الويدجز اللي بدك اياه، شو بدك ابلكيشن انفورميشن، ولا بدك اياه بالابلاين ستاتس، ولا بدك اياه للكورليشن ايفنتس، ولا كرنت، كل شيء له خاصه، بس تعمل له اد هون. اوكي، او هو مثلا بتشوف بالاناليسز، شوف مثلا هون شو بيطلع لك، شو اللي خاصه شيء بالاناليسز اند ريبورتنج، عشان تطلع مثلا فيها. فمثلا ميسيلينيوس مثلا بقول لك ار اس اس فيدز، بدك تعمل ار اس اس فيدز كذا. بالاوبريشنز بطلع لك شيء خاصه بالأوبريشن، الأبليكيشن ستاتس وكذا، فيك تضيف وتعمل الويدجز اللي بدك إياه. وبرضه فيك تعمل شغلة إذا بدك تغير أماكن، مثلا بدك أنت أشياء معينة تكون أمامك على طول أول ما تفتح، فيك تلغي مثلا هاي بالإكس، أو فيك تمسكها من هون وتبدلها بدل هاي. أوكي، تحطها هون، وهي مثلا تحطها مثلا تحت ما بدك اياها. خلي مثلا شغلات اللي عندك on the top، هاي مثلا minimize، تعمل لها تفتح لك minimize. في عندك سهم هون
بيطلع لك اياها التايتل، فيك تغير البريست نان مثلا، فيك تختار اللي بدك اياه، فيك تعدل فيها وبعدين تسيبها. دايناميك الموضوع لذيذ وكتير بسيط بالموضوع هون. طبعا ان شاء الله انا حتطرق كمان لشرحات للمانجمنت والريبورتينج كيف نعملها. خلينا نشوف الله كيف بكرمنا ان شاء الله. وهلا على فكره لو عملت اي مثلا اتاك اي اكشنز حتقدر تشوفه على الانتروجن مثلا ايفنتس. اوكي اي اكشن بتعمله هذا بنعمل ابديت مثلا كل 5 دقائق. الدرس بفتكر بسيط ما فيه شيء صعب. يعني اتمنى تكون يكون عجبكم ان شاء الله، ونشوفكم بدرس جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.